سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وشهد اللقاء استعراض آخر التطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين. وحرص الرئيس السيسي على التجديد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع. كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وخلال الاجتماع اطلع الرئيس على تطورات العمل في عدد من الملفات من ضمنها استعدادات أجهزة الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وكذلك الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. شهد اللقاء استعراض آخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتم الاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية. أيضاً شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وحرص الرئيس السيسي على التجديد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع والمضي قدماً في إنفاذ حل الدولتين. امبارح اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واطلع الرئيس على تطورات العمل في عدد من الملفات من بينها استعدادات أجهزة الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأيضاً الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الدوري لمتابعة المستجدات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو الجاري. أشار مدبولي إلى المتابعة المستمرة لمختلف الخطوات والإجراءات والتفاصيل الخاصة بالاستعدادات لانطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي اللي بيحظى باهتمام كبير من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية، سعياً لإخراجه في أفضل صورة وبما يعكس قدرة مصر على تنظيم مثل تلك الأحداث الدولية، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تم توجيه دعوات الحضور للعديد من كبار المسؤولين والمعنيين. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وده بمناسبة عيد الأضحى المبارك.